جميل أن الناس تنتبه لثقافتها من جهة للثقافة المحلية ومن جهة أخرى للتنوع الثقافي في الكون. هذه لفتة عظيمة للانتباه لكل شيء على حدة مع وجود التنوع. اليوم كل وقت وله أذان زي ما بيقولوا المثل الشعبي المشهور، هو أنه حقيقة كان كل وقت له أذان، له أذان مختلف عن الأذان الآخر، ليس بالنص الكلام، نص الأذان معروف، أما النص الموسيقي مختلف، كان كل أذان له نغمة. ده النهاردة حنجرب نستوعبه مع الحضور الكرام. يوم الجمعة إن شاء الله عندي ندوة عن النظام الموسيقي المقامي، كل لهجاته، يعني لهجة الجزيرة العربية، لهجة ساحل الخليج، لهجة اليمن، لهجة الشام وبر مصر، لهجة المغرب العربي، لهجة حتى ما هو غير ناطق بالعربية زي الترك واليونان، وسط آسيا وبر فارس، وكل المتكلمين أو المشاركين في النظام الموسيقي المقامي. يوم السبت، وهو يعني الشرف العظيم أنه أنا يعني هأعرض في حفلة، في أمسية يعني أنا وعودي، بعض الأعمال المعاصرة اللي العربية المقامية اللي أنا يعني لحنتها.